أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي في القاهرة في إطار الجهود المصرية التي أسهمت في توحيد الصف الفلسطيني لدعم الاستقرار بالمنطقة، وحذرت في الوقت نفسه من التصرفات الاستفزازية والتدخلات الإقليمية التي تمارسها بعض الدول، بما في ذلك دعمها للتطرف والإرهاب الذي تسبب في زعزعة استقرار المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال بيان الدولة الذي أدلى به السيد أحمد عبد الرحمن المحمود عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة أمام مداولات الاجتماع الدوري المفتوح ربع السنوية الذي عقده مجلس الأمن الدولي للنظر في التطورات الراهنة للحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، مستعرضا خلاله مواقف الدولة الثابتة إزاء أبرز القضايا الراهنة بالمنطقة.